يعني أنا كل حياتي حلمت على مجال الطب، على مجال الإسعاف، وعن جد يعني هاي كان طموحاتي وأنا ولد صغير. لما كنا نلعب في الشوارع كنت أنا أخذ بكيس أدوات على أساس أعالج إذا ولد انجرح. أنا معاوية كبهة، محامي في وزارة الصحة، عمري 44 سنة، أصلي من قرية أم القطف في المثلث. اشتغلت كمضمد وكبراميديك في نجمة الدود الحمراء، وكل لحظة في حياتي هي اللحظة اللي ما بنساها، لأنه كل لحظة في حياتي أنا عملت أشياء مليحة وأنقذت أناس. كان عندنا حادث طرق، كان بنت 17، الطبيب اللي وصل قبلي قرر إنها الصبية ماتت وما عمل لها عملية إنعاش. أنا وصلت بعده بدقيقتين وأصريت لازم نحاول ونعمل كل إشي، وعملت عملية إنعاش خلال اللي هي كانت عالقة جوا السيارة، وكل الوقت أنا أعمل عملية إنعاش. وصلنا المستشفى وبعد كم أسبوع طلعت على إجريها، وبعد 10 سنين لما كان عمرها 27 سنة أبوها عزمني على عرسها، وهذا الإشي موجود في الذاكرة ومنه بأخذ القوة تبعتي. أنا مسلم، نتزوج لإمرأة اسمها أوكسانا. أوكسانا إمها يهودية، أبوها مسيحي، يعني إحنا في بيتنا في الثلاث أديان، كل الأعياد بنحتفلها. يعني أنت بتكتشف إنه إذا داخل بيتك بتقدر تجمع جميع الأديان. كمان بشوف المجتمع بنفس النظرة، وكلنا أفراد اللي موجودين بهذا العالم عشان نكمل واحد الثاني. ومن هناك التحديات تبعتي كانت إنه كيف نحاول ما يكون عنا بداخل سيارة الأسعاف الجريح الجاي نتيجة للكراهية. خلال شغلي بنجمة الدود كنت أعمل محادثات وتعايش وسلام بين عرب وبين يهود. شفنا مضمد عربي ومضمد يهودي بجنب سيارة الأسعاف بيصلوا. اليهودي بيصلي حسب التوراة وحسب الديانة اليهودية، والعربي بيصلي حسب الديانة الإسلامية. بيخلصوا الصلاة، اثنين بيطلعوا على سيارة الإسعاف وبيروحوا ينقذوا إنسان. الإشي هناك هذا إشي حلم اللي أتحقق ولازم نكمل فيه.